درج بعد عامين من خروجه من المعتقل بصنعاء، الحوثيون ما زالوا يلاحقونني حتى أثناء النوم. وفي أنسوم، فنانة يمنية تعود للغناء بعد 20 عاماً، في حفلة زفاف غنيت أغنية الأخيرة. وفي الأخبار المنوعة، موزة تباع ب120,000 دولار. قبل التجربة لم أكن أعاني من أمراض، وبعد التجربة صار لدي بعض الأمراض التي ما زالت تلازمني. بهذه المحصلة القاسية يبدأ الصحفي اليمني يوسف عجلان إجابته حول مرحلة ما بعد أكثر من سنة أمضاها في سجون الحوثيين في صنعاء، وهو حديث افتتح به تقرير عن الصحافة نشره موقع درج تحت عنوان صحفيون معتقلون في ظروف صحية قاسية. ويؤكد للموقع أقارب إعلاميين وصحفيين معتقلين في صنعاء أنهم يعيشون في ظروف نفسية صحية بالغة القسوة بعد سنوات من الاعتقال، ووسط فشل الوساطات والجهود الرامية لإطلاق سراحهم. وأفاد أحدث تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين بأن 18 صحفياً وإعلامياً ما زالوا مختطفين أغلبهم منذ أكثر من 4 أعوام، و15 منهم لدى الحوثيين. ويقول الموقع بينما أخذت السجون سنوات من عمر الصحفيين المعتقلين تفاقم حالتهم الصحية المأساة التي يعيشونها وتعيشها معهم أسرهم. ويشير عجلان الذي اعتقل لمدة عام إلى أنه تنقل خلال فترة الاعتقال بين أكثر من سجن، يقول يختلف تعامل السجانين من معتقل إلى آخر، لكن المشترك أن المعتقلين وأنا كنت أحدهم يعاملون بإذلال وإهانة، وتوجه لهم تهمة داعشي بشكل دائم. ويلفت إلى أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح خلال فترة التحقيق التي استمرت 26 يوماً. ويضيف بقيت في زنزانة انفرادية ضيقة في مترين، ولم يكن يسمح لي بالدخول إلى دورة المياه إلا 3 مرات يوميا. يضيف عجلان أن الحوثيين لا يزالون في أحلامي يلاحقونني. خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي بالحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلي التي قالت إنه يتواجد حاليا في صنعاء. وعنوان موقع الصحوانت من هو رجل إيران في اليمن الذي خصصت أمريكا 15 مليونا مقابل معلومات عنه. وكانت الخارجية الأمريكية قد عرضت صورة حديثة في حسابها الرسمي في تويتر للمطلوب من الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلي، واتهمته بارتكاب جرائم إرهابية. ويعتبر شهلي من قيادات الحرس الثوري المسؤولة عن العمليات الخارجية، حيث تولى الإشراف عن دورات التدريب للميليشيا الشيعية العراقية وإرسالهم لدخول دورات تدريب في إيران. كما يكنى بالحاج يوسف وهو من مواليد 1957، وشغل منصب نائب فيلق القدس وقاد مجامع ما تسمى الجهادية وكتائب حزب الله في العراق، وعمل لأكثر من 20 عاما كقائد بالحرس. شارك في ارتكاب جرائم مختلفة بحق العراقيين، واطلع بمهام قذرة كررها في سوريا بعد انتقاله إلى هناك لقمع السوريين. وفي 11 من أكتوبر 2011 اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بتولي عملية التنسيق لاغتيال عادل الجوير سفير السعودية في الولايات المتحدة آنذاك خلال إقامته في أمريكا، وكذلك تنفيذ هجمات ضد مصالح دول أخرى. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2018 فرض عقوبات على شهلي وقيادات بفيلق القدس لدعمهم حركة طالبان في أفغانستان، وقالت في بيانها لن تتسامح الولايات المتحدة وشركاؤنا مع نهج النظام الإيراني في أفغانستان وتعزيز سلوكه المزعزع للاستقرار. انتظر اليمنيون أن تبدأ عاصمتهم عدن عملها بأن تقود معركتها ضد مشروع التمرد والانقلاب، وأن تمضي الخطوات تباعاً نحو تطبيع الأوضاع وتنفيذ سائر الأهداف. هذه فقرة من مقال كتبه أحمد عبد الملك المقرمي في مقاله المنشور بموقع الصحوانت، والذي تحدث فيه عن عدن مضيفاً: بدلاً من السير في بناء العاصمة المعلنة ومن ثم بناء الدولة، فوجئ اليمنيون أن عدن صدرت مهامها كعاصمة، وبفعل فاعل تم إغلاق أبوابها أمام الشرعية، وفوق ذلك عطلت مرافقها،
وبفعل فاعل مضى من يسلب أمنها المشهور واستقرارها المعهود، ويضرب مدنيتها ويوتر أجواءها ليفقدها أهم ما كانت تتميز به من سلام وأمن وهدوء. وتساءل الناس وما زالوا يتساءلون، من يقف وراء هذا العبث الممنهج الذي لا يخدم سوى المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي؟ لرجل الشارع البسيط إجابته الصريحة لهذا التساؤل، ولمطابخ الإعلام ذي النوايا البائسة صلفها المعروف، ولخلايا الارتهان وظائفها المشبوهة. كان المشروع الظلامي للكهنوت يخشى من أن تنهض عدن بدورها كعاصمة تستقر فيها الحكومة وتؤدي منها مهامها، وذلك يعني بداية العد التنازلي لسقوط مشروع التمرد والانقلاب. استقرار الحكومة في عاصمتها كان يعني للحوثي أن هذا سيتيح للحكومة تحركا دوليا سلسا وواسعا تمضي معه في تنشيط دبلوماسيتها وصلتها بالعالم وتعزيز علاقات وصداقات مع دول العالم، مما سيتيح لها خيارات أخرى وبدائل متعددة تسخرها بشكل أقوى لاستعادة الدولة وضد انقلاب الحوثي ولمصلحة اليمن واليمنيين. حقا كان الحوثي يخشى ذلك ويرى بالعين المجردة أن زوال مشروعه قد اقترب جدا. لا أحد في تصوري كان يخشى من استقرار عدن كعاصمة تستقر فيها الحكومة والدولة مثلما كانت تخشاه إيران وذراعها في اليمن. شخصيا أستبعد أن يكون هناك عاقل صادق مخلص في الصف الجمهوري أو الشرعية أو أي من أصدقائهما يخاف من تعزيز دور السلطة الشرعية، وأستبعد كذلك أن يكون هناك سياسي له أهدافه الوطنية والعروبية أن يضعف دور الشرعية بما يخدم أذرعة إيران، لكن واقع الحال يدحض حسن ظني فيما أستبعده. خريف 1997 على باخرة وسط نيل القاهرة، غنت إيمان إبراهيم في حفل زفافها منهية حياة فنية بدأتها في 14 من أكتوبر 1988، صنعت خلالها اسما لنجمة تنبأ لها كثيرون بمستقبل كبير، لكنها اختارت الحب والأسرة في مقايضة مع الغنى. ووفقا لموقع أنسم، فقد بدأت إيمان إبراهيم أولى خطواتها نحو الفن عام 1980 مع حصة الموسيقى في الصف الأول الابتدائي بمدرسة عوض ميسر البيحاني حاليا. حينها كان مدرس الموسيقى يبحث عمن يجيد الغناء، فتبادر الطفلة أنا، ليصدمها الرد ما تنفعش، صوتك مش حلو. تقول إيمان لموقع أنسم: كنت كلما رأيت زملائي يغنون بشكل جماعي أو فردي أزعل، ما أعطاني نوعا من التحدي ليكون صوتي حلوا. ظلت كلمات المعلم تدفعها للغناء وعدم الاقتناع بأن صوتها مش حلو. 1985، من يجيد الغناء؟ سأل مدرس الموسيقى الجديد طلاب الصف الخامس. تبادر إيمان بثقة: أنا. وبدأت بالغناء لينبهر الأستاذ بصوتها لتصبح صاحبة الصوت الحلو حديث زملائها واهتمام إدارة المدرسة. بعد ذلك وصلت الموهبة الجديدة إلى الملحن أحمد بن غودل وقام بتدريبها على الأداء، وفي إحدى الحفلات عمل على جعلها مفاجأة الحفل. تقول إيمان: أراد من غودل أن يجعلني مفاجأة الحفل، وكانت الفرقة الموسيقية والكورال يتمررون بمفردهم ولا يعرفون من الذي سيغني أمامهم. تضيف: في آخر بروفة قبل الحفل امتعض الجميع في الكورال إذ كيف يغنون خلف الطفلة. وعن أول إصدار للفنانة قال الموقع: أصدرت إيمان ألبوما واحدا حمل اسم يا غايب، تعاونت في معظمه مع الملحن عصام خليدي، وعدد من الأغاني سجلتها لإذاعة وتلفزيون عدن. وفي 17 من أكتوبر 1997 أقيم حفل زفافها في باخرة وسط النيل في جو عائلي بعيدا عن أعين الناس والإعلام. حينها غنت إيمان وكانت أغنيتها الأخيرة. في 2018 عادت إيمان لتغني من جديد، وكانت العودة عبر بالشمس غاربة وعليك السلام لتلحقهما بأغنية قل ما تشاء. تطالب إيمان بعد هذه العودة وزارة الثقافة بالاهتمام بها ودعم عودتها إلى الغناء. مرة أخرى، آثار عدن ومساحاتها في مهب العبث والتدمير. تحت هذا العنوان كتب صلاح السقلدي مقاله المنشور في عدن الغد، مضيفا في أجزاء من المقال: لن تكون واقعة تأجير جزء من متحف عدن التاريخي العسكري لبيع أحذية هي الأخيرة بتدمير آثار عدن. فقد تم قبله بسنوات تحويل متحف ثورة 14 من أكتوبر بمديرية ردفان لمخبز. كما لن تكون جريمة البسط على مملاح عدن هي آخر الاعتداءات على الممتلكات العامة
طالما بقي الحال يراوح مكانه من الخذلان والتجاهل والصمت تجاه هؤلاء الرعاع ومن يقف خلفهم، ومن تواطؤ الجهات المسؤولة المعنية أمنية كانت أو قضائية أو مدنية أو منظمات المجتمع المدني وما أكثرها، التي تواصل دفن رأسها برمال الخذلان والخزي برغم ما نراه من تكاثر كتكاثر الفطر والأموال التي تصرفها يمنة ويسرى، فضلا عن المقرات التي أضحت بكل حي وشارع. لا يحتاج المرء لفراسة خرافية ولا إلى حدس خارق ليكتشف به الغرض من تأخر إعادة إعمار عدن والمحافظات المتضررة من هذه الحرب، فالإعمار سيظل هو الورقة الضاغطة السياسية بيد القوى والدول الأخرى التي ستصفع بها وتذل كل القوى السياسية التي ستمسك بزمام الأمور في عدن بل وفي كل الجنوب وعموم اليمن لترك هذه القوى وانتزاع منها مواقف سياسية ومصالح اقتصادية على الأرض. ولكننا لا نعلم لماذا يصر من يسكن هذه المدينة على المشاركة بتدميرها أو الصمت حيال هذا التدمير، ولا يحركون ساكنا إلا من رحم ربي من الأوفياء. وعلى ما تقدم فإننا نكرر صرختنا للمرة الثانية بل للمرة الألف لكل الأحرار ولكل من تعز عليه هذه المدينة التي نسكنها وتسكننا من أجل التصدي لهؤلاء العابثين ووقفهم عند حدهم ولو بالقوة إن استعصى الأمر. وعزت الوسائل المدنية وتواطأت المؤسسات التي من المفترض أنها ترسي عدن ومتراسها الحصين. بعد مرور شهر على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لا تزال عقبات التنفيذ تتصدر المشهد، بل انتقلت من التعثر بالمواعيد المحددة بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة إلى التحشيد العسكري في محافظة أبين بوابة عدن الشرقية خلال 72 الساعة الماضية. وعنونت صحيفة العربية الجديد: شهر على اتفاق الرياض، عقبات التنفيذ من عدن إلى أبين. وأفادت مصادر محلية في أبين للعربية الجديد بأن الانتقالية يواصل حشد المزيد من القوات من عدن ومحيطها لإرسالها إلى محافظة أبين في أعقاب التوتر الذي شهدته المحافظة خلال الأيام الماضية. وأبرز خلالها الانفصاليون رغبة بالتنصل من مضامين الاتفاق الموقع من الحكومة لتتعدى وضع العقبات أمام التنفيذ إلى التعزيز العسكري ميدانيا بما يمكنه من الإبقاء على عدن ومحيطها تحت سيطرته كما هو عليه الآن. من زاوية أخرى، جاء التحشيد العسكري في أبين ليمثل تجليا للعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة والمجلس، إذ تشكلت الأسابيع الماضية لجنة عسكرية وأمنية من ممثلين عن الطرفين لتنفيذ الملحقين العسكري والأمني بالاتفاق على صعيد الترتيبات في عدن والانسحابات المطلوبة إلى ما قبل أغسطس الماضي. ومع ذلك فإنها لم تتمكن حتى اليوم من قطع خطوات معتبرة. إرث الديمقراطية الفارق المهول، تحت هذا العنوان كتبت رشا عمران مقالها المنشور في العربي الجديد. كل أنواع الاحتجاج الشعبي وأشكاله التي لا يستخدم فيها الرصاص يفترض أن تكون مباركة من الجميع، ولا يتهم أصحابها بالعمالة لآخرين أو بالتآمر على دولهم وأنظمتهم، منها الإضراب العام وقطع الطرق والاعتصامات في الشوارع والعصيان المدني بأشكاله كافة، إضراب الطلبة والعمال والموظفين، إضراب ربات البيوت واعتصاماتهم في الشوارع، اختراع وسائل لإزعاج السلطات أو أي طريقة أخرى من طرق الاحتجاج السلمي التي تقوم بها الشعوب. لا يوجد في دول العالم المتقدم من يصف كل ما سبق بالمؤامرة، ربما فعلها الرئيس الأمريكي ترامب فقط أخيراً. لا يوجد في شعوب هذا العالم من يتجند ليطلق أقذع الصفات على المحتجين والمضربين والمعتصمين. لا يوجد رأي عام مغيب أساساً لدى هذه الشعوب. هناك مواطنون يعرفون حقوقهم جيداً مثلما يعرفون واجباتهم، هذا ما تنتجه النظم العلمانية. تبدو هذه الظواهر مختصة بشعوب العالم الثالث بامتياز، وفي بلادنا العربية والإسلامية أكثر، ليس لأن شعوب العالم المتقدم أفضل منا، بل لأن تلك الشعوب تربت على الاختلاف، على احترام الرأي الآخر المخالف، على اعتبار هذا الاختلاف هو الوضع الطبيعي في سياق الحياة، وتربت على أن السلطة مجرد وظيفة والمسؤول موظف يحاسب على تقصيره مهما كان منصبه، وعلى فصل الوطن عن السلطة أو النظام، فالحاكم أو الرئيس أو الملك ليس هو البلد أو الوطن.
من يعارض السلطة الحاكمة ليس كارهاً للوطن، ومن يحتج على سياسة هذه السلطة ليس خائناً ومتآمراً. هذا الفارق المهول بيننا وبينهم هو إرث الديمقراطية التي كرستها ثورات وحروب أهلية استمرت عقوداً طويلة، استهلكت ملايين الضحايا، حتى استقرت تلك البلاد على ما هي عليه من تقدم واحترام حقوق الإنسان وعلمانية. نعم أيها السادة العرب والمسلمون، إنها العلمانية المرافقة للنظم الديمقراطية. حل اليوم الثالث من ديسمبر، اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وهو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة لدعم هذه الفئة، ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الإعاقة. وتعنون شبكة البي بي سي: كيف أثرت حروب وصراعات المنطقة العربية على ذوي الإعاقة؟ يبدو واقع المعاقين في المنطقة العربية مترديا في الحالة الطبيعية، إذ أن المجتمعات العربية لا تزال تنظر إلى ذوي الإعاقة نظرة شفقة في بعض الأحيان ونظرة استهانة في أحيان أخرى، إذ يعتبرون في الغالب فئة مهمشة غير مرغوب فيها. وأفقا للموقع فذلك بسبب الأفكار النمطية التي لم تتغير، ثم بسبب عدم وجود منظومة من القوانين التي تحمي حقوقهم في الشارع وفي المؤسسات وفي العمل وأماكن أخرى كثيرة. ولأن واقع ذوي الإعاقة كان سيئا في المنطقة العربية في الأوضاع العادية، فإن الحروب والصراعات التي تمر بها المنطقة منذ سنوات أدت إلى مزيد من التردي في حالة المعاقين. إذ يقول تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرته في ذكرى اليوم العالمي للمعاقين وتناول أحوال ذوي الإعاقة في اليمن، إن ملايين الأشخاص من هؤلاء يتعرضون للتجاهل والخذلان في بلد فقير دمرته 5 سنوات من الحرب. وعنونت العفو الدولية تقريرها بمستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن. وتقول المنظمة في مستهل تقريرها: يعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات التي تعاني من التهميش أثناء النزاعات المسلحة والأزمات. تبرز المنظمة في تقريرها عن ذوي الإعاقة في اليمن وتأثير الحرب عليهم رحلات النزوح الشاقة التي يقومون بها خلال حالات الاضطراب والفرار من الحرب. ويتحدث التقرير عن حالات ترك فيها بعض الأشخاص ذوي الإعاقة حيث فصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار. إيران تخصب أزمتها. تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: الأوطان أجسام كبيرة من بشر وأرض وتاريخ ومعتقدات وآمال، تتفاعل في مسيرة الدنيا التي تضج بالتغير المستمر عنفا وسلما. لكل شعب عقل متعدد القدرات، لكن السؤال الذي يرهق الزمن ولا يزول أبدا هو: ماذا يريد كل شعب؟ وكيف يصنع قدراته التي تحقق ما يصبو إليه؟ في كل حقبة تثار هزات تصنع التقدم، لكنها كثيرا ما تشد الشعوب إلى الخلف. تسيل الدماء في عجاج التذمر والغضب بسبب تشوهات غامضة في القيادات التي تضعها الأفعال والأقدار على رؤوس البشر. في القرن الماضي شهد العالم حدثاً كبيراً شد إليه العالم، ثورة عارمة في إيران، البلاد التي حكمتها أسرة بهلوي لها تاريخ عريق يمتد في زمن الشرق. برز شخص حيث لم تألف العيون في كل الأرض رؤية شيخ طاعن في السن غريب في كل شيء، آية الله العظمى روح الله الخميني بعمامته السوداء وعباءته التي تترجرج حول جسده النحيف. تابعه ملايين المشاهدين عبر نقل تلفزيوني مباشر وهو يتدلى من الطائرة التي حملته من فرنسا مباشرة إلى طهران بمساعدة مضيفين على سلم الطائرة. تدافع الصحفيون إلى طهران وكلهم يركض وراء معرفة شيء واحد: ماذا ستكون إيران الجديدة القادمة؟ لم يدر بعقل أحد حتى خياله أن كياناً غير مسبوق في بنيته وسلوكه وفكره سيبنى بيدي هذا القادم من ثقب أسود بعيد لم تره عين، وما خطر على خيال كاتب أو رسام.
استعاد آية الله ما كان رميماً في قبور الغابرين بنظراته الناعسة وحركة يده التي تعمم تحية التبريك على الحشود التي يلهبها حماس رؤية هيئة القادم من الثقب الأسود. استحضر الخميني مصطلحاً قديماً في التراث الشيعي الاثني عشري وهو ولاية الفقيه، الذي قيل به منذ ما عرف عندهم بالغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. وضعت هذه القاعدة في دستور البلاد، وهكذا أصبحت البلاد محكومة مطلقاً بقيادة نائب عن إمام غائب ينتظره أتباعه منذ أكثر من 1000 عام ولم يحضر بعد. بيعت موزة ملصقة على الحائط في معرض أرت بازل في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 120,000 دولار على أنها إحدى الأعمال الفنية. ما السر الذي يقف وراء بيع هذه الموزة بهذا المبلغ الخيالي؟ وعنوان موقع الدو دبليو ليست مزحة، موزة تباع ب 120,000 دولار. وقال الموقع إن المفاجأة تتوقف عند الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، فقد عرض قطعة بعنوان كوميدي عبارة عن قطعة موز قام بتعليقها بشريط لاصق على الحائط في معرض أرت بازل هذا الأسبوع بمبلغ 120,000 دولار، وهو واحد من 3 نماذج. وكان الفنان الإيطالي قد اشترى الموزة من متجر في ميامي وألصقها على الحائط ثم باعها على أنها عمل فني. كما عرض وبيع نموذج آخر لها في معرض بروتين للأعمال الفنية المعاصرة في العاصمة الفرنسية باريس. وبحسب ما نشره الموقع فقد بيعت القطعة الأولى بمبلغ 120,000 دولار، وتم بيع النموذج الثاني بنفس السعر، فيما قرر الفنان ومالك المعرض بيع النموذج الثالث ب 150,000 دولار. أرت بازل هو مهرجان عالمي مشهور يستقطب المشاهير ونجوم عالم الفن الذين يبحثون عن قطع فنية جديدة ومبتكرة. يقام المهرجان في 3 مدن مختلفة سنويا: بازل بسويسرا، وميامي بيتش في فلوريدا، وهونغ كونغ في الصين. صحيفة الغارديان البريطانية تنشر عددا من الصور المنوعة التي توثق أحداثا من مختلف أنحاء العالم. نتابع. يتسابق رسامو الكاريكاتير مع كتاب الرأي وأصحاب طرق التعبير الأخرى لطرح وجهات نظرهم بصورة أسرع وأكثر اختصاراً، ولابد أنهم يفوقون الجميع في اختزال الكثير من الأفكار. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.